بسم الله نبدأ الصلاة والسلام على رسول الله. أنا دابا في المسجد، هذا المسجد أنا في لندن، كما قلت لكم هذا مزيون هذا، وباغي نوريكم فيديوز ديال المسجد هذا. كما كتشوفوا بزاف الكتب بزاف ديال الناس كيجيو هنايا، معروف هذا المسجد بزاف، وباغي نوريكم التصاور إن شاء الله ويعجبكم. قال موسى لربه: يا ربي خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وصفت عليه، فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله: يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين. قال موسى: يا ربي إذا قال العبد يا ربي وهو راكع ماذا تقول له؟ قال: أقول له لبيك يا عبد. قال: فإذا قالها وهو ساجد؟ قال: أقول لبيك يا عبد. قال موسى: فإذا قالها وهو عاص؟ قال: أقول له لبيك لبيك لبيك. إن الله تعالى يقول لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى التوراة، قال موسى لربه: يا ربي إني أرى مكتوبا في التوراة أن هناك أمة تأتي إذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله. اللهم اجعلهم أمتي يا ربي. قال الله لموسى: يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى: يا ربي إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سيئة فلم يفعلها وتركها من خشية الله كتبتها له حسنة، اجعلهم أمتي يا ربي. قال له الله: يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى: يا رب أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، اجعلهم أمتي يا رب. فقال له الله: يا موسى إنهم أمة محمد. فقال موسى: يا ربي اجعلني من أمة محمد. هذا هو المسجد كما كتشوفوا، المسجد عاود فيه كاميرات وفيه الكراج تما، عاود الكراج تما والكراج عاود هنايا، الناس كيباركيو الطوموبيلات ديالهم. وهذا المسجد في لندن هذا، وبعض المرات يعني الجمعة كيأذن مع لا برا مثلا وصافي. واحد المسجد بزيون هيدا، وكتشوفوا الجو يعني ماشي شي جو بزيون، ولكن هذا مكان كما كتشوفوا الجامع ما شاء الله، فهمت الجامع كيفاش كتشوفوا هانتوما، فهمتي. وعند المكتبة هنا الفوقي مثلا، هذه كاملة مكتبة والمسجد من داخل. دابا حنا ندخلوا له، فهمتي، كيبيعوا الكتب يعني النظافه وكلشي منقي، عاود عندهم شوفوا الحمام عاود هنايا، كيعطيو لهم الخبز ولا كي كتشوفوا. ودابا يأذن الدور ان شاء الله ونصليو. السلام عليكم. My name is Rafat Maglad and I am the prayer caller المؤذن of you know this mosque. الله
إذا خفت فالأمن عند الأكبر، وإذا رغبت في قضاء الحاجة فاقصد الأكبر، وإذا توكلت فعل الأكبر، وإذا سألت فالأكبر، وإذا أويت إذا طلبت ركنا تأوي إليه فالركن الشديد هو ركن الأكبر سبحانه. فإن كل كبير إذا أضيف إلى الأكبر فإنه يتصاغر ويتضاءل حتى يصير لا شيء. فعلام إذن إذا نزل بك ما يخيفك وما يشغلك وما يشوش ذهنك وما يغم قلبك، دارت عينك يمنة ويسرة تبحث عن الكبراء وتغفل عن الأكبر، أنت تقول الله أكبر فاقصده لحاجتك، فاقصده لحاجتك هو سبحانه. إذا كنت تعتمد على إنسان فتركك فاقصد من لا يتركه هذا الأكبر، وهو شارع لك بابه ولم يسدل عليك حجابه ولا أغلظ دونك بوابه. ما هذا لك وطاء وفتح لك بابه وناداك، عندك حاجة أقبل، هل من داع، هل من مستغفر، هل من كذا، هل من ومهما كان لك من الحوائج لا يتجر منك ربك، لا يتجر ولا يمل ولا يقول سألتني في الصباح تعيد تسألني في المساء، وسألتني أمس وقضيت لك هذه يفرح بك إذا دعوته، يفرح بك إذا دعوته، وأتجر منك إذا دعوتني. فتقصد أمثالي وتترك الأكبر. أسأل الله تعالى أن لا يخلينا إلى أنفسنا، أن لا يكلنا إليها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العزة به. هذا معنى الله أكبر، ينبغي أن تكون عقيدة في القلوب، ليس كلاما يلاك بالألسن لا حظ له من حياة الناس. ما هي الوضعية للشباب الآن؟ والله الشباب يعني بأمانة قليل، يعني بيجوا هنا المسجد الشباب قليل، ما أكثر من 40 ولا 50 شاب بس يصلوا في المسجد. وما هو السبب على هذا الحال؟ السبب بعد المسافة وبعد مشغولية مثلا الطلبة بالدراسة والعمل، عود المبصر. بسم الله. يعني فكرة المسجد بدأت من بعد الحرب العالمية بين وزير الخارجية الإنجليزي، ساعد في تقديم أرض للمسلمين بخصوص يعني ساعدوا في الحرب العالمية الثانية، ومن ثم كانت فكرة
تبادل أراضي. الملك جورج أعطى الملك فاروق قطعة أرض في لندن اللي هي حاليا مكان المسجد. والملك فاروق أدى الملك جورج قطعة أرض في مصر إذا عملت كنيسة يعني، والنشأة ساهم فيها بعض الدول المسلمة زي السعودية ومصر قاموا بتشييد المسجد حتى يعني بقى على صوت الدين. Granted to the King Farouk, the last king of Egypt. In exchange of that, the British, they have two lands, one in Sudan, one in Egypt, to erect cathedral. And that is, at the time of when the king has been turned down, then Jamal Abdel Nasser, that is, became a republic, Egypt. But he was very busy in inside his people rather than outside. So it was not neglected, but it was surrounded by a fence, and that is all. It was full of trees, and then Jamal Abdel Nasser passed away, and then Sadat took over, and Sadat said, "Oh, we have got Armenian land here," and he wanted to build, I mean, you know, this mosque, but really they don't have financially, they are not ready for it, like him. Having said that, Saudi Arabia and all the Arab countries has participated, mainly Sheikh King Faisal. Yani he has a big hand to this place. The Egyptians run this place for almost 25 years. So it is the 70s, 1970, when they start, you know, to build the place. And Al-Azhar used to send four imams every 4 years, and they ruled this place for almost 25 years. And then the trustees are diplomats, all of them. It is so, it is a red line that nobody can, I mean, you know, poke his nose or interfere in this place or taking yani. However, later on it tend to be for the Muslim community in general. Yeah. And Saudi Arabia has nominated a director. The first one, almost Dr. Ali Al-Ghamidi, and he was here for 5 years, and then Dr. Al-Majid, and another 5 years, and then Dr. Ahmed Al-Dubian. This is the last one, he's still, I mean, you know, existent until now. The place is really, it is an icon. And now they consider it as British heritage because, you know, it is the size of the work that is done in this place. Too many people come to convert. We used to distribute all the Quran, most London and outside London, in all or most of the languages. So, yes, we have, I mean, a circle that has been done by Yusuf Islam, Curtis Stevens, before. Since 40 years ago, and still now, until now it exists. And also we have education, we have too many programs for the non-Muslim and even Muslim as well. Too many, now the children of school, and this is a syllabus, they come also from time to time. It is a timetable that they come to know what is Islam and what how do the Muslim behave, or what do they do in their prayers. Yes, we have classes teaching Arabic and also Islamic. Okay. Yeah. يعني في صلاة الجمعة بتحصل أكثر من 7,000 مصلي بيو يؤدوا الصلاة في المسجد هنا. أما في صلاة العيد بتكون في حوالي 6 صلوات كل ساعة في صلاة. الجمعة ده يعني بيصلوا مرة واحدة ولا مرتين؟ لا مرة واحدة. مرة واحدة. أيوة. ما شاء الله 7,000 نفر. أيوة 7,000. يعني وفيها مساوين برضو يصلوا في المسجد؟ في أي... لا أيوة في مساوين عندهم غاعات فوق.
تحت. وهل فيها مسجد فيها دروس أطفال الصغار؟ أيوة في في مدارس وفي بعض الصواح بياخذوا موزة عن المسجد وفي دروس مخصوصة للطلبة والسواح الزوار. يعني يصل يقرأ القرآن والأحاديث. أيوة الصلوات القرآن وفي حلقة بتاعت علم اللي هي كان قام بدور الداعية يوسف إسلام. يوسف إسلام عمل هو الحلقة دي وأظن له 15 ولا 20 سنة بيتداول حتى اليوم. وحل عشان كده يعني شايفين في شباب عشرينات 18 17 أيوة كل الناس كبار يعني خمسينات وفوق. أيوة صح. ونينا نتمنى يعني الإسلام يكون في ينتشر في جميع العالم، حتى إن كان في أوروبا، حتى إن كان في أفريقيا، حتى إن كان في آسيا، حتى إن كان في استراليا، يعني في أي محل يعني نتمنى يعني الإسلام يكون يقوى للجميع المسلمين والإنسان ومسلم الشباب الحالي يكون في ناس يكون أنا مسلم وما يصلي صلوات الخمسة. وده معناته كيف؟ والله إذا تقصير تقصير منه إنه يعني من يكون من الأسرة مقصر. طبعاً الشباب عاوزين شاب في بيئة مسلمة وهم مقصرين عن تعاليمهم وما بيرسلونا مثلاً المسجد، ما بيحسون بالوصول للمسجد. طبعاً هذا أكثر يعني باب ومكان يعني يأخذوا فيه الفكرة الإسلامية، لأنه نحن هنا عايشين في بلد مش مسلم. وأنا أتمنى تقول لهم الناس الساكنين في دول أوروبا للأمهات والأبهات يعني رسالة، يعني يقول لهم رسالة، يتمنوا يعني يوصلوا لعيالهم ممكن يعلمون بالتربية الإسلامية كويسة. يعني ممكن الجنة ممكن يمشي للمسجد يسلي، حتى كمان ماشي المسجد برضه يسلي صلوات الخمسة ويقرأ القرآن. يعني عسل له يعني إنسان الدنيا ده ما عرف تموت قبل ليلة تموت بكرة، في حالة ده ممكن توصلهم رسالة للناس. والله للآباء والأمهات نحسهم بإحساس لأطفال يأخذون على النشأة الإسلامية والبيئة الإسلامية، يحسون على الحضور إلى المساجد وإداء الصلاة في أوقاتها مثلا وقراءة القرآن والإحساس بالنظمة الإسلامية والتعاليم الإسلامية حتى ينشأوا في بيئة إسلامية بحتة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. As for yes, of course, I mean, you know, first discipline comes from the family, actually. Family, then the society, you see. So you bring your child, I mean, you know, in the Islamic way, you teach him the disciplines of Islam and what Islam is, and, you know, that keep them from, you know, bad companies, and try to monitor your children rather than to leave them loose outside, and you know they might engage themselves in evil act, and you know they will actually put the family in jeopardy and also themselves in trouble. So that is however this masjid like a social services, we do our best I mean to attract them. And by the way, they reward, you know, this the local governments and the government, because you know we control the youth from, you know, trafficking drugs or even, you know, from evil as much as we can, you see. Alhamdulillah, parents, you know, they could drug or not drug by force, but you know, to convince them, and they come from time to time. But mostly if you come Friday, you can see these young people here. Alhamdulillah, most of them now, you know, either engage themselves in a course of somehow or working or college. So that is, you know, it will never bring them, you know, to the masjid for the five prayers. Oh. Only as much as they can, they will come, you know, to young generation, you know, they start to live their own life. And, you know, too many, the technology has changed and attract too many people and delete their intellect, you know, just to follow or to believe. Or to have discipline. Freedom is not good. يعني freedom wasn't, I mean, you know, a limit. Freedom that, you know, you have to respect others, you have also.
you know, to deal with them. It is not that, you know, you believe in God first of all, and then from there it, you are living in a society. In this environment, you are a friend to the society, you are a friend, you know, to the animals, to everything, even the objects. If it is bad, you remove it. If it's good, you know, or beneficial, you know, you have to look after it. So this is the Muslim. A Muslim is a friend of, you know, the society, is a friend of everything. And I tell you one thing, you know, the animal fare and child benefit and all these rules, you know, came from Islam. Yani before, you know, they don't know it, unfortunately. Yani, so whoever found it, I mean, they have put it to their people. Like, truly, Islam, the Islam really spread. The Islam is, you know, submitting to one God and also to be good, you know, to the environment and also the good. Globally, you are a Muslim in everywhere, you see. Thank you. So the Islam is identity. That is, I am a Muslim. I am not, I mean, you know, if African or Islam came, you know, to unite the Muslim. This is what Allah subhanahu wa ta'ala has put this, you know, religion. There was a black or white or even Chinese or, you know, African or English. And it is, the title is Islam, Muslim. And this is, you know, most important thing.